السلام عليكم. السلام عليكم، عليكم عامل ايه؟ السلام ورحمة الله وبركاته. عايزين حضرتك يا عم اقول عن ثلاث اسئله بس، وثلاث اسئله صغيرين يعني. تفضل. إيه اول حاجه بالنسبه للحديث بتاع الفجر، ان هو الراس اللي بتتوجع بتنام على الصلاه، ها؟ الراس اللي بتنام على الصلاه بتحطها في القبر، الحديث ده خاص برضه بصلاه الفجر؟ الرأس إيه عفواً؟ الرأس اللي بتنام عن الصلاة بتحطم في القبر. الرأس اللي بتنام عن الصلاة تتحطم في القبر؟ اه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. مش كده يعني، هو في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في رؤيا منامية طويلة رآها، في أخرجها البخاري في صحيحه، حديث سمرة بن جندب، أن رجلا قائما على رأس رجل يكسر رأسه بصخرة، قال: هؤلاء الذين ينامون عن الصلاة المكتوبة، أما هذا الذي ينام متعمدا تركها، لكن الذي غلب ونام رغما عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. فإذا نمت رغما عنك تختلف عن النائم المهمل للصلاة الذي لا يبالي بها.